بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت يا رب العالمين تجعله صعب سهلا. بإذن الله رب العالمين سوف نتكلم في هذا الفيديو على حل المعادلات الكلامية، ثم إن شاء الله نتكلم على حل المعادلتين باستخدام الآلة الحاسبة إن شاء الله. في هذا الفيديو نبدأ بالسؤال رقم 10 الذي انتهينا بسابقه في الحصة السابقة، كان وقفنا عند السؤال 9، فهنشوف ج10. بقول عدد مكون من رقمين ومجموع رقميه يساوي 3 أمثال رقم أحادي. طيب، هو نفرض أن العدد، عشان نسهل السؤال ده، لو أنت عندك 32، ده عدد مكون من رقمين، عايز اكتبه في صورة احاد وعشرات، يبقى اقول دي عبارة عن 2 زائد 3 في 10، 3 عشرات. يعني لو قلت اسم العدد سين صاد، هيبقى الاحاد اسمه سين والعشرات اسمه صاد في 10 برضو. تمام كده، دي مفهوم. انا بس عايز ادخل الى مفهوم العدد. يبقى مكون رقمي، مجموع رقميه اللي هو يعني سين زائد ص، ده مجموع رقمي يساوي 3 أمثال رقم أحاده، الأحاد بسين يعني بيساوي 3 سين، ورقم عشراته يزيد 4 عن رقم أحاده، رقم العشرات اللي هو ص يزيد عن الأحاد، هذا العشرات وهذا الأحاد بمقدار 4، يبقى أحط 4 مع القليل. دي المعادلة رقم 1 ودي المعادلة رقم 2. بنحل هنا بالتعويض لأن أنا عندي المجهول معزول أهوت، يبقى سهل إن أنا أحل بالتعويض، أشيل قيمة المجهول وأعوض بيها، يبقى س زائد، بدل ما أكتب س بحط قيمتها اللي هي س زائد 4 بتساوي 3 سين. يعني عندي 2 س ناقص 3 س زائد بتساوي سالب 4. نجيب سينات مع بعضها، 2 إلى 4 في الطرف الآخر، 2 س سالب 3 س يبقى سالب س بتساوي سالب 4، أضرب في سالب تصبح عندي س بتساوي 4. تمام. طيب أنا عايز أجيب ص، بعوض في أي واحدة من المعادلات، أعوض هنا في التانية دي سهلة علشان هي معزولة، يبقى إذا ص بتساوي نشيل الس نحط 4 زائد 4 هتساوي 8، يصبح العدد س ص، س ب4 وص ب8، يبقى العدد هو 84. ننتقل للسؤال التالي 11. نفس الكلام، عدد مكون من رقمين مجموعهما، يبقى نفرض العدد س ص، وفاهمين يعني ايه س ص، يعني هو س زائد 10 ص. تمام، او ص في 10. مكون مجموعهما العددين اللي هو س زائد ص بتساوي 11، وإذا عكس وضع الرقمين، يعني هيبقى اسمه ص س، ص س العدد اسمه ص س اللي هو بيساوي ص زائد 10 س، وإذا وضع عكس وضع الرقمين فإن العدد الناتج يزيد عن العدد الأصلي، يبقى الناتج ده اللي هو ص س بيزيد عن الأصلي، يبقى أقول ص زائد 10 س، وادي الأصل دي العدد ده أزيد من الأصل، الأصل هو س زائد 10 ص. طيب الأصل ده ينقص عن، يبقى أحط مع القليل الأقل 27 اللي هو اللي بينقصه. وإذا عكس وضع رقمين فإن العدد الناتج اللي هو ده يزيد عن العدد الأصلي اللي هو ده،
بمقدار 27 عشان تبقى متساوية، يبقى احط مع القليل الزيادة عشان يبقى دول قد دول. فاهمنا ازاي؟ انا احط 27 فين، نجمع السينات سوا، نخلي 10 س هنا، ونجيب لها السين بتساوي، نجيب نخلي كله مع بعضه، ده الصاد ناقص 10 ص بتساوي 27، 10 س ناقص س بتسعة س، ص ناقص 10 ص ناقص 9 ص بتساوي 27، نقسم على 9 يبقى س ناقص ص بتساوي 3. أنا عندي المعادلة الأولى فين؟ أهي دي المعادلة 2. 2 و3 دول تعال نجمعهم سوا، نحط واحد تحت 2، يبقى س ناقص ص بتساوي 11، واجمع دي زائد س زائد ص بتساوي 11، ده مع ده بصفر، يعني 2 س بتساوي 14، نقسم على 2 تبقى س بتساوي 7. نعوض في المعادلة الأولى أو الثانية، عوض في الأولى س ب7 زائد ص ده بيساوي 11، يعني ص بتساوي 11 ناقص 7 بتساوي 4، يبقى العدد هو مين؟ س اللي هو 4، وص اللي هو بكام؟ حسبناه ص س س 7 وص 4، يبقى العدد هو 4. س 7 وص 4 يبقى العدد 47. تمام، نشوف بعد كده السؤال التالي. سؤال 12 بيقول عدد مكون من رقمين، فإذا كان العدد يساوي 5 أمثال المجموع رقمي، وإذا عكس وضع الرقمين كان العدد الناتج يزيد عن العدد الأصلي بمقدار 9، فما العدد الأصلي؟ طبعا ده احتمالكم تحلوها، هي سهلة زي دوكم بالضبط. ماشي، نشوف بقى دي فكرة جديدة. هي عدد نسبي إذا طرح من كل من بسطه ومقامه واحدا لأصبح. ماشي، يبقى نقول العدد عندي برضه هنحسبه إن هو س على ص، هو نسبي، عدد نسبي بس س على ص، هذا هو العدد. طيب إذا طرح من كل من بسطه ومقامه واحدا، يبقى س ناقص 1 على ص ناقص 1. لأصبح العدد النسبي مساويا، يبقى الجديد ده يساوي نصف، وإذا أضيف إلى المقام 5، يبقى نفس العدد الأصلي هنضيف لمقامه 5، طبعا ده مقام واللي فوق بسط، لأصبح العدد النسبي مساويا، يبقى البسط زي ما هو عشان هو متكلمش عليه، أصبح العدد مساويا 1 على 3، أوجد العدد النسبي. ده كده المعادلتين، أصفي دي وأخليها معادلة ودي تبقى معادلة. أضرب بسط بسط في مقام، بسط في مقام، يبقى 2 في س ب2 س ناقص 2 في 1 ب2، 1 في ص ب ص، 1 في ناقص 1 ب ناقص 1، يبقى أنا عندي 2 س ناقص ص تساوي 2، هنا تيجي للواحد بموجب، يبقى موجب 2 ناقص 1 ب1، ونقلت الصاد. دي معادلة رقم 1. تاني أضرب بسط في مقام، 3 س تساوي ص زائد 5، يعني هقول 3 س ناقص ص بتساوي 5. خليها الشكل التاني دي، تعالى بقى هنا كده نكتبهم تحت بعض، 3 س ناقص ص بتساوي 5، ده رقم 2. ادي المعادلتين عندي هما، نطرح بقى 2 من 1، نغير اشارات 2 دي ونطرح ونجمع، دي سالب موجب سالب، المجموع بقى جمع الاثنين هتديك س بالاشارات الجديدة، بنجمع او بنطرح بالاشارات القديمة،
دي مع دي بصفر بتساوي سالب 1 و5 4، يعني س بكام؟ ب4. طيب انا عايز اجيب ص، بعوض في اي من المعادلتين، يا اللي فوق يا اللي تحت قبل تغيير الاشارات. يبقى س ب4 هنعوض فيه 1، يبقى 2 في 4 ناقص ص بتساوي 1. 2 في 4 ب8 ناقص 1، والص تعدي في الطرف الاخر، يعني ص هتساوي 7. يبقى العدد مين بقى؟ العدد اللي هو 4 على 7، س ب4 على ص اللي هي 7. تمام، نشوف السؤال اللي بعد كده. أربعتاشر، إذا كان مجموع عمري أحمد وأسامة الآن 43، وبعد 5 سنوات يكون الفرق بين عمريهما 3 سنوات، يبقى نفرض عمر أحمد س نفرض عمر أسامة صاد. إذا كان مجموع عمري أحمد وأسامة الآن، يبقى نجمع س مع ص يديني كام؟ 43 سنة. وبعد 5 سنوات، بعد 5 سنوات كل واحد هنضيف، بعد 5 سنوات هيبقى عمر أحمد كام؟ س زائد 5، وعمر أسامة ص زائد 5. طيب بعد 5 سنوات يكون الفرق بين عمريهما، يبقى س زائد 5 ناقص ص زائد 5، تطرح ده من ده، الفرق بينهما 3 سنوات، أو عمر كل منهما بعد 7 سنوات. يبقى بس أنا هحسب عمرهم الآن، وبعد كده أشوف عمرهم بعد 7 سنوات. تمام، دول الآن، دي المعادلة رقم 1، دي بعد 5 سنوات، يبقى س زائد 5 ناقص ص ناقص 5 بتساوي 3. الخمسة مع الخمسة بقى ص ناقص 5 ناقص س ناقص ص بتساوي 3. دي رقم 2 ودي رقم 1. نطرح 2 من 1، أو نجمع 2، نجمع 2 مع 1. انا برتب اهوت، كتبت 2 بالترتيب تحت 1، ونجمع هتبقى ص مع ص بصفر، يبقى 2 س بيساوي 46، يعني س بتساوي 23. ده عمر مين؟ احمد. يبقى عمر أحمد بيساوي 23. طيب عايز أجيب عمر أسامة اللي هو ص، نعوض يا هنا يا هنا، هنعوض في اللي فوق، يبقى 23 ناقص ص بتساوي 43. يبقى ص بتيجي دي زائد ص، 23 زائد ص بتساوي 43، 23 تروح هناك، يبقى ص تساوي 43 ناقص 23 بتساوي 20 سنة. ده عمر أسامة. يبقى الآن، يبقى عمر أحمد الآن 23، عمر أسامة الآن 20 سنة. طيب هو بقى عاوز العمر كل منهما بعد 7 سنوات، هيبقى عمر أحمد بعد 7 سنوات، عمر أحمد هيبقوا 30، وأسامة هيبقى 27. تمام كده، نشوف السؤال التالي.
لو اي حد له تعليق في الشرح السريع او كده يقول، ونشوف الطريقة المناسبة نشتغل بيها ان شاء الله. السؤال رقم 15 بيقول: منذ 5 سنوات كان عمر مجدي الآن يزيد عن عمر ابنتي لينا 5 أمثال عمر ابنتي دينا. يبقى نفرض ان عمر الآن سين ولمجدي وصاد لدينا، يبقى منذ 5 سنوات يبقى عمر مجدي سين ناقص 5 عمر دينا صاد ناقص 5. عمر مجدي 5 أمثال عمر ابنتي دينا، بسين ناقص 5 بتساوي 5 في صاد ناقص 5. بسين ناقص 5 بتساوي 5 صاد ناقص 25. بسين ناقص 5 صاد بتساوي ناقص 20. 5 تيجي هنا تبقى ناقص 20، دي رقم 1. وبعد 4 سنوات بقى هيبقى، بعد 4 سنوات يبقى عمر مجدي س زائد 4 وعمر دينا ص زائد 4، يصير عمر مجدي 3 أمثال عمر دينا، يبقى ده بيساوي 3 أمثال ده، ومنه هيبقى س زائد 4 بتساوي 3 صاد زائد 12، يعني س ناقص 3 صاد بس 4 تيجي هنا من 12 يبقى 8، ده رقم 2. 2 وهنطرحها من 1، نطرح واحدة من التانية نرتبهم تحت بعض اهوت، تساوي سالب 20 ونطرح، نطرح دي من دي، نغير الإشارات ونجمع بالإشارات الجديدة، ده ما عدا بصفر، 3 من 5 الموجب من 5 يبقى 2 صاد، 28 يبقى بتساوي 28، يبقى صاد بتساوي 28 على 2 بتساوي 14. طيب نعرف نجيب عمر مجدي بقى منين؟ من دي، يبقى س ناقص 5 في 14 بتساوي سالب 20، يعني س بتساوي 20 بالسالب زائد 5 في 14، 5 في 4 ب20، 1 في 5 ب5 يبقى 70، بتساوي 20 من 70 50 سنة، ده عمر مجدي، ده عمر دينا. السؤال اللي بعد كده في الشكل المقابل مثلث متساوي الأضلاع، أوجد طول، في الشكل ده طبعا مثلث متساوي الأضلاع عايزين أوجد طول ضلع. لما يكون مثلث متساوي الأضلاع يبقى أنت بتساوي كل ضلعين سوا، لأنه 3 س ناقص صاد ده ضلع، بساوي الضلع ده س زائد صاد زائد، ده 3 س ناقص س بتساوي صاد زائد صاد زائد 2، صاد دي بتيجي 3 س ناقص يبقى 2 س بتساوي 2 صاد زائد 1، يعني س زائد 2، س زائد صاد بتساوي
ناقص زائد اتنين، دي رقم واحد زائد واحد، بنقسم على اتنين هتبقى س زائد ص، س بتساوي ص زائد واحد، ناخد ده مع ده يبقى س زائد ص زائد اتنين بتساوي س زائد اتنين ص، س ناقص س بتساوي أو زائد ص ناقص اتنين ص زائد اتنين بتساوي صفر، لأن كله في طرف واحد، ده وده بصفر، ده مع ده يبقى سالب ص زائد اتنين بتساوي صفر، يعني ص بتساوي اتنين. ص بتساوي اتنين، وحسبنا س بتساوي س زائد ص زائد واحد، ده رقم اتنين، نعوض من اتنين في واحد يبقى س بتساوي س بتساوي ص اللي هي اتنين زائد واحد بتساوي تلاتة، س بتلاتة وص باتنين، هنعوض في أي ضلع يبقى الضلع الأول تلات س زائد ص بتساوي تلات س ناقص ص، الضلع الأول بتساوي تلاتة في اتنين بستة ناقص ص اللي هي باتنين بناقص اتنين، تلاتة س ب واحد س بتلاتة، تلاتة في تلاتة بتسعة ناقص اتنين بتساوي سبعة، الضلع التاني اللي هو س زائد ص زائد اتنين بتساوي س ب تلاتة ص باتنين وكمان اتنين سبعة، س زائد اتنين ص بيساوي الس بتلاتة والص باتنين في اتنين بأربعة يبقى بسبعة، يبقى التلات أضلاع فعلا متساويين، يبقى لما سالب تساوي الأضلاع. نشوف بعد كده السؤال التاني. إن شاء الله هنكتفي بهذا القدر، وفي الحصة القادمة نكمل نظرا للظروف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.